تعلو تكبيرات العيد وترتفع معها الأمنيات والدعوات بتغير الحال. هنا وسط الموصل يتوافد المصلون إلى جامع الباشا التراثي لأداء صلاة العيد، طقس اعتاد عليه المسلمون كركن أساسي من أجواء هذه المناسبة. هنئ العالم الإسلامي أجمع بحلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة ورخاء على العباد والبلاد، على عراقنا من شماله إلى جنوبه، على العالم الإسلامي كله من شرقه إلى غربه، فنحن أمة واحدة لا يفرقنا شيء، تجمعنا راية لا إله إلا الله، يجمعنا حب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وتحمل مناسبة عيد الفطر المبارك في طياتها الكثير من المعاني الإيجابية والروحانية، حيث تعم الفرحة والبهجة بين الجميع، ويصطف طابور الأمنيات طويلاً، لكن أمنية دوام الأمن والأمان هي الغالبة دوماً. يا رب استقر الأمان، وهذا العيد إن شاء الله فرحة واستقرار على كل أمة محمد إن شاء الله يا رب، وعلى كردستان وغير محافظات يا رب، الأمان والاستقرار وعيد فرحة وبهجة إن شاء الله للجميع. وأرسل المصلون رسائل كثيرة في هذه المناسبة، في مقدمتها الالتفات إلى الفقراء والمحتاجين من أبناء هذه المدينة، إضافة إلى التسامح ونبذ الخلافات، وأن يكون هذا العيد منطلقا جديدا وبداية جديدة. العيد هذا من الناس اللي تستطيع أن تساعد الفقراء والمحتاجين، لأن كثير أكو عالم بأمس الحاجة، خاصة بالمناطق القديمة ناس تعبانين كثير إن شاء الله، بلكي من أهل الخير وأهل أهل المدينة الصالحين إن شاء الله يتمكنوا من حالتهم المادية زينة، أن يساعدون أهاليهم الفقراء، أن يمدوا لهم يد المساعدة ويفرحون أطفالهم بهالعيد هذا إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى وجد شهر شوال والعيد أول يوم من الأعياد، أنه تكون دائما الأعياد تكون للتسامح، تكون للمحبة، فعاد نوجه أنه الأهالي أو الأبناء اللي مخاصمين أولادهم خاصة آبائهم خاصة، أنه لازم المحبة تكون بيناتهم. من الموصل محمد طلال، قناة زاغروس الفضائية.